اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بدا نور الغيب في مشكات الشهود تزين به أهل ذاك الجنود ورادف الوصل لحضرة المعبود وبرك برق في الحبيب يجود يشهد بلا ذلك الأحمد مراج الصون لحضرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مراج الصون لحضرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مراج الصون ولد في عام له بركة ولد في شهر له زيادة ولد في يوم له سيادة أنه في الخلق أصل ورحمة يا له طلعة منير الخدود مراج الصعود لحضرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مراج الصعود لحضرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ولد في عام له بركة ولد في شهر له زيادة ولد في يوم له سيادة أنه في الخلق أصل ورحمة يا له طلعة منير الخدود مراج الصعود لحضرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مراج الصعود لحضرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وأجمل الخلق بوصف نوره فهل من أدرك حقيقة وصفه تحير العبد عن استدراكه لكن فيطلب بجزى شانه من شان شدة في حضرة الهادي مراج الصعود لحضرة الهادي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد فيها خير الأنام وظهر بها عجائب الأوام وزالت الشرك والجهل والظلام بأمر الملك الواحد العلام فشرف به الألباء والجدود مراج الصعود لحضرة الهادي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مراج الصعود لحضرة الهادي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد للأكوان روح وجسد ومن رؤيته جنة أبد برق الثنايا وصفه مراد لا آخر له ولا له حد فهل له مثل في الخلق أحد مراج الصعود لحضرة الهادي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مراج الصعود لحضرة الهادي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مدى ويأتي شيء بمثله أحط الأكوان طيب أنواره فخلق الكون بجزء حرفه إن شئت تنسل في عدرته فحققوا به أرباب الشهود مراج الصعود لحضرة الهادي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا له جمال فوق جميل الكل يا له مظهر قبة التجلي استغرق به أرباب الوصال وله تهام النجد والتحلي سافروا به مع أرباب المدد مراج الصعود لحضرة الهادي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد تجون شيئا من وصفه لما حركني نسيم حبه صباني غزاني برد جماله سادني بلهث طرفة عينه جرني إليه بشؤون الوجه مراج الصعود لحضرة الهادي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد آياته موجز الأكوان يا من جماله ما له من ثاني ونوري الخد صفة عدنان مزاب فيداتي هدى الرباني زهرة التداني ولواء الحمد مراج الصعود لحضرة الهادي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مراج الصعود لحضرة الهادي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
أسكر خمر وداده فكم قد أغرق أمواج حبه كم مهب سبى لقاء لحظه ولا به موت ولا يحيي به فقد فاستداموا بعشق وكد مراج صودي لهدرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد هنا في شهر الربيع خبر تجلى والفرج ساطئ وبشر به القرآن والتاسي وارتفع به جميع الوديء واستقام به أحكام الصمد راج سودي لهدرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد شهر الربيع بك فوز أكبر ومنهنا بك طه زين البشر صاحب المراج وتاج المنور صاحب جمالنا جل معطر صاحب الكمال ولواء الحمد مراج السعود لهدرة الهدي اللهم صل على محمد كالمسك أجل وأطر فاق جمالك منظما درر فاق نسيمك من ورد وعنبر ولكن ذاته فيرى بالبشر هل هو مغلق وصفه الأسد مراج السعود لهدرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد خصصه في كل عبده وصراه ليلا إلى حضرته وفتح له باب جماله ورفع عنه برقع ستره أراه ذاته بلا تعند مراج السعود لهدرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الحبيب والمصطفى الجميل لهدرة الله الملك الجليل وكان رفيقه الأمين الجبريل خوفا بالحياء وشوقا بالتبجيل حبا وباركا في هدرة الهدي مراج السعود لهدرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مراج السعود لهدرة الهدي في الأكوان يلمع نوره سرى في العالم قد حف إطره سرى وجنود العرش أيده سرى وكمال الذي قد حفه سرى ويبطل الشرك هذا الجهد مراج السعود لهدرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد زرع شول وسله سرى والأملاك قام لخوفه سرى فوطي العرش بناله سرى ويشهد الكون بنوره سرى ويسمع خطاب السمد مراج السعود لهدرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد قدير نجيب ربه سرى ويسبه بحر جماله سرى ويحمد بمام النبي سرى ممكنا في هدرة الله رجع لابسا بلواء الحمد مراج السعود لهدرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أخذ مفتاح الجنة رجاء لابسا لواء الرحمة رجاء شاهدا ذلك الطلعة رجاء ما خبا بأي نعمة رجاء فائزا بكل المقصود مراج السعود لهدرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أخذ مفتاح الجنة رجاء لابسا لواء الرحمة رجاء شاهدا ذلك الطلعة رجاء ما خبا بأي نعمة رجاء فائزا بكل المقصود مراج السعود لهدرة الهدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مراج السعود لهدرة الهدي
إذا مفتاح الجنة رجاء لابسا لواء الرحمة رجاء شاهدا ذلك الطلاتي رجاء ما خبا بأي نعمتي رجاء فائزا بكل المقصود يراجو صودي لحضرة الهدي اللهم صل على محمد صلوات الله فاق بفضله ويشهد غدا تحت لوائه ويثبت وصلا لما صلى به على نبينا صلاة خلقه وعلى آله وصحبه الأمجد يراجو صودي لحضرة الهدي صلوات الله فاق بفضله ويشهد غدا تحت لوائه ويثبت وصلا لما صلى به على نبينا صلاه خلقه وعلى اله وصحبه الامجد ميراج السود لهبه الهدي اللهم صل على محمد